أشارت صحيفة العربية الجديد إلى بدء طلاب المدارس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية العام الدراسي في ظل تحديات وصعوبات تواجهها العملية التعليمية، حيث ينعكس الانقسام السياسي بين حكومتي عدن وصنعاء على العملية التعليمية، إذ تديرها وزارتان للتربية والتعليم بنظامين مختلفين يتضمنان تقويمين مدرسيين ومنهجين وإدارتين مختلفتين. بحسب الصحيفة، فإن كثيرا من اليمنيين يعانون من عدم القدرة على توفير كلفة الدراسة، وهم اضطر كثيرا من اليمنيين لتوقيف قيد أبنائهم في المدارس بسبب ارتفاع أسعار التكاليف الدراسية وبعد المدارس عن مساكن المواطنين خاصة في القرى، كما إن النزوح مثل أحد أبرز العوامل التي أثرت سلبا على العملية التعليمية. وفيما يتعلق بالبنى التحتية، تشير الصحيفة لخروج 3000 مدرسة من الخدمة بسبب استخدامها لأغراض عسكرية من قبل الأطراف المتحاربة أو لإيواء نازحين ولاجئين، ما زاد عدد الأطفال خارج المدرسة من 1,600,000 قبل الحرب إلى 2,500,000 في العام 2021.